رفض مجلس النواب نصا في قانون حظر الأسلحة الكيماوية بموجبه يمنح حق استخدام مواد كيماوية في مكافحة الشغب المحلي، ومن شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه لاستخدام أسلحة كيماوية في أعمال الشغب، وتراجعت اللجنة القانونية عن قرارها بالموافقة على النص. وكانت اللجنة القانونية أضافت فقرة على المادة الثالثة من القانون تنص على أنه تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في أغراض إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي غير محظورة بموجب هذا القانون. وأقر المجلس في الجلسة المسائية 6 قوانين، وتشمل مشروع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كما ورد من الحكومة، والذي يتضمن إنشاء محطة للتلفزيون تكون مخصصة للشباب. ووافق المجلس على مشروع قانون الأحوال الشخصية كما ورد من مجلس الأعيان، كما أقر المجلس قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية لعام 2015 وقانون العقوبات العسكري. أنا كنت ويتذكر زملائي أنني اقترحت أن نستبدل كلمة 16 ب18 بحيث أن سن البلوغ هو 18، لأن السادسة سن 16 يكون موطن القاصر هو موطن وليه، ووليه هو المكلف بالتبليغ، وبالتالي أخذ المجلس وجهة نظر. لكن ما هو الخلاف بيننا وبين الأعيان؟ الأعيان أخذ وجهة نظر، الأعيان لم يأخذ وجهة نظر، وهي مدة أن تصويب الوضع خلال مدة 90 يوم، إحنا هي كانت سنتين قصرناها ل 90 يوم، وهذا خطأ فادح إخواني. أنا اقتراحي هو فقط بإضافة ضابط محدد للمطلع الفقرة ألف من المادة 20 في الأصل أو 2 في القانون المعدل، أن تصبح كالتالي: يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه وضمن ساعات دوامه الرسمي والقضايا المكلف بمتابعتها. أصبحت المحاكم العسكرية تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، سواء كانوا من العسكريين أو من في حكمهم من المدنيين المقاتلين. وبالتالي وهذا ما ورد أصلا في الأسباب الموجبة لهذا القانون. قضية روما هي من منظومة التشريعات الأردنية المعمول بها، واستوجب ذلك
العسكرية جرائم بالإضافة إلى جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية. وكان يتوجب علينا قبل أن نضيفها إلى اختصاص المحاكم العسكرية أن نجرم هذه الأفعال بقانون العقوبات العسكرية. ورفع النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة إلى صباح يوم الأربعاء القادم.